صباح الخير البنات، وصباح النور، وصباح الربح، وصباح التيسير. أسو كانت واحد العجاجة البارح، ما نعاودش لكم. مهم شوف الطوموبيل، الطوموبيل هرسو راه مكرف الساعة درجة ما يبان لي حتى شي حاجة في الزاج، ما غتبان لي والو. وانا غادي نبغي نشد الطريق ان شاء الله، غادي نبقى نتسنى ما يحل الله باش حتى العشرة. وسميتو عاد عاوتاني واحد الساعة ونص ولا، وعاد الا كانوا شي طوموبيلات قدامي الله ما قلت شنو غادي ندير وشنو غادي ندير. نخرج مويها ونغسلها. المهم الطوموبيل تناول اختي، هي تناول اختي بيت عندي البارح، نعسة في السطح، هي نعسات في السطح ولا نعسات لتحت. دابا راه 7 ديال الصباح، غادي نبدا يا اختي نغسل في الطوموبيل دابا. وهنا يا البنات، هنا بديت صراحة أحسن حاجة هو أنك تفيقي بكري وتبدأ يشقك، لأنك يكون واحد الجو بارد وزوين. أنا دابا واخا ما عرفتش ما تعطيني في الشمس باش نخرج نبدأ نغسل في الطوموبيل ولا نشقى شي حاجة، أبدا ما نقدرش. المهم نافعني هذا الروبيني هذا اللي دايرة برا، ملي كان بخير كنحتاجو كنحلو، ملي كان سالي صافي كنتورت كنسد تما. كاين خرجت البانيو، خرجت السطل، درت الماء وكنشدو في البانيو باش كنبقى نهز منو. الا كانوا عندي سطوله كندير جوج سطوله كنبقى نوب، كان عندي غير سطل واحد تنخرج البانيو وكنشد فيه الماء وكنبقى نهز في السطل. صافي دابا غادي ندير الماء، غادي ندير فيه سائل ديال الغسيل الماعن، وغادي نبدا. عرفت الطوموبيل شحال مكرفسه من الداخل. واحد المره رانا هذا نضت تلاحت ليا داك الجوا ديال الكوسانات وحيدات وما عرفتش تحيدو كامل، بقى ليا شي محيد شي ما محيدش. ومشيت للافاج وخلصتهم وعطيتهم يغسلوا ليا الطوموبيل، ركبوا ليا داك الجوا ديال الكوسانات وما ركبوش ليا الجوا ديال الكوسانات. طلع ليا الزعاف بزاف لانني فعلا كنت مخلصه وكلشي، وبقيت كنتسنى. وفي الاخر قالك لا حكا ما مسالينش حكا تيشد الوقت. صافي حلفت مره اخرى ما بقى نمشي عند دوك صحاب لافاج حتى نمشي لجهه اخرى. الولد اللي مولف كيصايب ليا كيقادو شي حافرين قدامو تيصايبو شي تقريبا قادوس ولا ما عرفت شنو، تقريبا الحره كامله تصيبها محفوره تيقاد في قواد سمعت عامين هادي ولا ومازال ما سالا. وقلت حتى نصيب الوقت وندي لداك الدري، واخا الصراحه راه الطوموبيل تتكرفس حيت ماما كتاكل برا في الطوموبيل، نورهان كتاكل، نادا كتاكل، يعني هما يا بثلاثه ما تيحاولوش. هنايا راه الطوموبيل راكم شفتوها كيف دايره مكرفسه، ومازال فاش غادي نديها وغادي تشوف التكرفيسه ديال الرمله فين غتوصل. الرمله غتوصل هي حتى الودنين، انا عارفه مولين اش غندير. قلت نمسحها شويه لان جا العجاج، واحد العجاج خايب بزاف في الليل. واش غادي نديها لافاج نغسل عليها عاوتاني 50 درهم ولا؟ قلت راه نغسلها انا راسي هنايا. وليت صراحه كنغسلها بوحدي، الا كنت بغيت نغسلها من الداخل فهي فاش كنديها لافاج كنت غنغسلها غير من برا وداكشي. صافي كنديرها غير بوحدي، واخا كتعمر قدام الدار، وكنضطر انني كنصدق مجفه قدام الدار كامله، الزنقه كامله. هنايا البنات راه اش غنقول لكم، راه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللور ديال طوموبيلتي كامل مرشوش بالصباغه، عرفتي الصباغه فيه بحال البريو. جيراني اللي من الجهه الاخرى سميتو ما ساكنينش في الدار، هما في برا، ولكني عاطين الساروت الوالده ديالو والاخ ديالو سميتو شادين يمكن شي معلمين كانوا كيصبغوا في الفصيل ديال الدار. وانا ما راكم عارفيني انا ما تردش البال وما شفتهمش انا اصلا. ففاش تيصبغوا عوض ما يغطيو الطوموبيل بشي حاجه شي ميكا ولا او اللي يعلموني يقولوا لي اختي كحزي، وانا اصلا مكحزه الطوموبيل، يقولوا لي اختي الطوموبيل تغطيها بشي حاجه والو خلاها وقعها مره الصباغه. وصلت الجيران تا هما قدام دارهم، وليت على وعدي وسعدي مصيقه الزنقه، جففت كاع كامل لحقاش يدخل الماء تيمشي قدام جارتي. ايوا تنضطر تنجفو تو ليا حتى في الطوموبيل، هما هي طوموبيلتي تغسلات واخا لقيت فيها الصباغه مع جيراني كيصبغو في دارهم وما علمونيش. عرفتي شحال نقيت، لقيت كلشي مطليه بالصباغه.
ايوا اش غادي نديرو الجيران وبعضياتهم الصبر وصافي. المهم اختي انا كملت غادي ندخل دابا حالتكم فاطمه ما خلاتناش نصايب الفطور سبت نصايب الروز ونصايب عصير خديلي ما عرفتش لقيتها تدير في الكوزين وانا خرجت خليت ناوالي هي ناضت صافي وجيت انا باش ندير الحصه ديالي شوفي هي نمت كي دابا كندير الحصه شتو ايوا الحمد لله على كل حال عرفت تكيتا بسليت هذا كل ترم ليا راه فيا العيا فيا الناس نجي لهنا قالت لي غير اجي صافي وجيت تكيت فهاد علو لي هذا باش منها نتسارح منها ندير الدبا صافي دابا راني بادية الحصة ديالي موقع اللي فات ان شاء الله الله يكمل كل شيء بخير وعلى خير يا ربي ما يديرش تاول كل شيء حنا يا اختي كل شيء على هذا البرد تطير ليا شعري اشوف حنا غادي دابا شادين الطريق قول لهم راك بنيتي وخويتي وصاحبتي وماما كل شيء تيوتك باش نخشو صباح يتبات الوزن انا توحشك توحشيني غادي قندهار انا حداك في المغرب لينا ندوزو 3 ايام عندي احسن 3 ايام لا باقي المهم خارجين اختي نور ها انت هي معانا الله اختي راه ديما معايا نور باقي لك 6 سنين عاد نعاود 7 سنين هاد اللقطات 7 سنين عاد نعاود نور هنا هادشي باش هادين الطريق وقفنا في محطة ديال الاستراحة في لاطاروت بكينا شتي تكون شي ابليكاسيون ديال اللعاب تكون عندك واحد البنية تبقي تلبسيها وتعتني بها هي ماما تجلس تبكيت ونقعد تسكتك ونقنوص فيك ونقول لك هذه بيلا هذه وقيته ودايزه وتن كنت انا بحال هكا تجي عندي تواسيني الدنيا وما عندي حتى شي حد كنتي كتشوفي بعينيك ايوا انا وليت حتايا دابا لا لا انت راحي انت باقا صغيره غتبداي تكبري انت وغنحط عليك الراس انا وراني حيت ما كتفهمي حتى شي حاجه طلع لي الراس انا وساده شيو اديري تاع يدك مرات تشخر تنوض تقول لك فين وصلنا شريت لختي نور ها القهيوة صحيت هيا لالا نور ها شتوها جاهزون يا أطفال أي أي كابتن لا أسمعكم أي أي كابتن من يسكن البحر ويحبوا الناس سبونج بوب سكويت بيج لونه مربع أصفر لونه أصفر مربع حساس سبونج بوب سكويت بيج لو كنت تبحث عن مراحل بحر صحيح هذه السطح وفوق البحر انا صراحه غسلت في الطوموبيل على الصباح بكري وسميتو باش بكل طاقه وحيويه في الطوموبيل هو والله ما نديت لافاج حيت الغبره عندنا بزاف البنات في عندنا حدانا البنيه وداك الشيء وحتى كاع الطوموبيل تلقيتها عامره الصراحه كانوا جيراني كيصبغوا دارهم في الحيط قعدت لهم الكريفي لا ماشي الكريفي صبغوا عبر المات شي بان لي انا والو مداش ندخل واش تي بدا شنو دابا يلا اختي طرق السلامة عندي بيرمي فيه ندادر ندادرين كان ديال ديما نديرهم ديما عندي ما ديما معايا حتى
حساس النوم. عندي ماما عندي ماما وبابا ديما معي. باباك الله يرحمه بنتي. شكوني شكون بابا؟ فاش كان باباك حي كنا كنقولوا عندي ماما وعندي بابا. عندي ماما عندي ماما ديما معايا حتى صباح الخير عليكم ابنيتي. صباح الخير اوليدي. لاباس بخير؟ كي دايرين؟ ايوا جاينا نتبحر وجبل. كنبقى فيك البحر قلت لك عاد سالي. ابقى في ديال البحر قالت لي دابا امي الله تمشي عندنا. تابع يا سوسيتي انا دارت ديك الحصة ولا وشد الطري. اي واش غندير؟ الله يخليني لك والله يخليك ليا يا ربي. وزينا لقينا حالة اختي موجودة ليها تانا يا مسكينة قادرة الله يستر. انت خاصة تخرج السيدة. ها تخرج السيده بعدا نديرو غنعيط لها. انا نصوني عليها دابا. انا نصوني عليها دابا. قولي ما هي امي لقات حالها موجوده حنايا صايبه لها البليصه ديالها عرفتها الطويله حداها كلشي موجود عليها حدا. حنا راه نعسنا على شي واحد الراحه كيف الحاله نتبادلو. نعسنا حنا واحد الراحه ما يمكنش ترتاح هنايا. ايوا نخليوها الله. او راه كون معدي الحصه راه فاش ندير العمليه نجي نجلس هنا عند اختي تنتصل نضرب ان شاء الله. ماشي العمل ديال تكون يوجه واحد ربع ايام ولا هاد هاد المره فين ما مشاو ونسكن حداهم. هاديك غتكون غايبه البلاصه وانا غنكون غايبه البلاصه. نون وين هينتي برا؟ انا وكشي شي تخبطك نوران عندك بزاف نسكنو هنايا ياك. المهم نفطرو اختي غنمشي انا نتقدا شي حاجه خاصه لي ونرجع ندي منها نمشي للبحر. يلاه ركبي دازي حنا اختي غنفطرو. هاتو البنات اختي كتفطرنا تتبحر. السلام عليكم اوليدي. السلام عليكم اوليدي. لاباس بخير ديري لاباس. ايوا رجع تبحر اليوم مع راسها تقاتكم فاطمه تتبحر في البحر. يا خليني ليك يا ربي انت وجبت معايا الدريات وكاينه معايا زين وبنتي واشرف. يا اشرف 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 الفقيه البارح بالليل كيشوف راه تمشي غير شدا الصفر تنجلس. واليوم عاوتاني بقات في قالت لي ماما لا راه ما يزكاش لي. قلت لها لا صافي خليه يدي راه غادي البارح حتى نرجعو. قلت لها حنا راه ماشي نعومو. شوفي على النيت حنا راه ماشي نعوموش. يعني انا تقريبا شي عامين دابا بدات نبقاو شي عومو في البحر. تيبغيو غير يجلسو شويه كتجيو صافي في العشيه كنجلسو صافي تنتكالو. حنا خدينا الكراسه وجلسنا تنتبحر مع راساتنا ونقعد في العينيه. خايفه على امي تجي تتبحر مع راساتنا. واختي حنايا داز مول الكلاص ارى ليا فاني ارى ليا الولدي فاني او فاني ارى ليا الامي ارى ليا فاني تا هي زينب ونادى ونادى ما عرفتش فين مشاو تيتصوروا. الشوكولات والفريز هما اللي فاهم ما بقاش الفاني. ارى ليها اش بغيت اما الشوكولات ولا الفريز؟ ارى الفريز بقاش الفاني. ايوا يا اختي هذا البحر هذا راه تيوكل. المهم اللي داز تنتشهاونا واخا اللي داز تيتشهاوا. انا ما خديتش البلاص عندك راه الرمله. مي تم دايز مول الحمص والفول قالت لك بات الفول
راه مشى اشرف عطيتو يجيب ليها الفول ويجيب ليه هو يحمص. وختي حنا جالسين انا كيعجبني الصراحه الجو ديال البحر بحال هاد الوقيته هادي ما كيكونش شميشه تيكون زوين. انت ما تحمش البحر بالنهار اه واه دير لها مليحه وكابون.